مرحبا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم انفو تيك فان. اليوم غادي نحلو هاد ثين كلاين كليون لوجيك من نوع ديال وايز في 50 اي بي. طريقة جد سهلة, نحلو هاد جوج بيس هاد الكليون هاد الجناب. هذا المكونات تعرفوا عليها. هنا الميموري, ميمار ما نزيدو فيها. الحله بطريقه عاديه بحال الاخر الميمارات, شوفوا تعرفوا عليها. هذه فيها 512 نقدر نزيدو فيها ولا نزيدو فيها. هذا الديسك ديالو راه واعد, عنده ميمار فلاش. هو هذا الميمار ديالو, الديسك ديالو قلنا هو هذا. بغا تشونجي هذا تاهو فيه 512, اوكي نقدر نزيدو فيه. هذه منطقة خاصة بالكارت جرافيك و السي بي يو ديال البروسيسور. هذا هو البيوس ديالو, هو من نوع فونيكس. هذه الشيبسات ديالو من نوع فيا. هذو المكونات اللي خاصين بديال وايز في 50 ال. عندنا هنايا بور يدير الميني, لا بغينا نركبو ديسك ديال اخر, ناخدو السنطة باش نزيدو ديسك ديال اخر, كنزيدو ادابتيو ليها, بغينا نزيدو من بعد باش عندو اسباس كتير. هذا البيزر لي خاص شعل الصوت ولا كان شي مشكل في ديماراج في البيوس, كتعطي اشارة صوتية. هذا هنايا البوطون ديال التشعل طفي, انا بغيت نشونجي هدا هو الكابل ديالها, فين هو ديال الكارت ديالها فين هنا. بالنسبة لي بور لي خاصين بالصوت وخاصين باليو اس بي, هذا هو الكابل ديالهم كيف هنايا. هذه لا باتري ديال السيموس. هادو هما المكونات الأساسية لي خاصة ب تان كليون كليون ليجي من نوع وايز في 50 ال او. شكرا على انتباهكم وعلى مشاهدتكم هذا الفيديو, وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.